دعا محافظ تعز نبيل شمسان كافة أبناء الشعب اليمني للاحتفال الواسع بأعياد الثورة اليمنية، وقال في تصريح ليمن شباب إنه سيدشن في هذا الأسبوع الاحتفالات بالعيد الوطني 62 لثورة 26 من سبتمبر من مدرسة نعمة رسام إلى المدينة. تم الإعلان يومنا هذا عن تدشين الاحتفالات بأعياد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. سوف تنطلق هذه الأعياد وهذه الاحتفالات ابتداء هنا من مدرسة نعمة رسام، وستستمر في كل مدارس ونوادي ومدن وقرى مدينة تعز وكل محافظات الجمهورية. ندعو الجميع للاحتفال بأعياد سبتمبر ابتداء من تريم إلى يريم، يعني ومن صعدة إلى حضرموت. ينبغي على الكل أن يحتفل بهذه الأعياد، هي الأعياد التي ضحى من أجلها الكثيرون ودافع من أجلها الكثيرون، وهي حلم وهي مستقبل اليمن الذي ينبغي أن لا نتركه أبدا، وأن تتنامى الاحتفالات بهذه الأعياد بصورة مستمرة وبأكثر دنماكية وحيوية، وأن تكون دائما هي هدفنا الذي لا يمكن أن نتخلى عنه أبداً.